بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، نجدد بكم اللقاء والترحيب من جديد من هنا من على أرضية ميدان التحدي، وفي ثاني أيام ومنافسات وتحديات هذا المهرجان الكبير، هذا المهرجان الذي يترقبه وينتظره كل ملاك الأصائل وكل عشاق هذه الرياضة، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، حيث نأتي لهذه الانطلاقة، انطلاقة وتحديات خامس أشواطنا في هذا الصباح، شوطنا الخامس الخاص بسن الأبكار، الحقايق من مسافة 4 كيلومترات. أبدأ بداية مع المركز الأول لكي أتابع من تحتل الصدارة وتحتل المركز الأول في هذه الانطلاقة. تتقدم مزايا بشعار الشراب، يقدم لنا مزايا في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات. حمد بن محمد بن علي الشراب مقدم لنا شعاره ومقدما لنا انطلاقة مزايا على المركز الأول. المركز الثاني، أتابع الوصول والانطلاقة في هذه اللحظات. وصل بن هوبش في هذه اللحظات، يقدم لنا انطلاقتي وتحديات. هقوى على المركز الثاني، تتقدم على ثاني الأسماء علي بن محمد بن علي بن هوبش المري، مقدم لنا انطلاقتي شعاره على المركز الثاني، ولكن من غير في هذه اللحظات؟ راعي اليمشى، راعي اليمشى، راعي اليمشى، يقدم لنا الشاهينية في هذه اللحظات، ويتقدم في هذه الأثناء أو هنا يتقدم بانطلاقتي وتحديات شعاره على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، وصل بالرملي في هذه اللحظات، وصل بالرملي ليقدم لنا شعاره، ليقدم لنا انطلاقتي وتحديات شعاره على المركز الثالث، مقدم لنا انطلاقة الشاهينية سهيل بالرملي بن محمد العامري، مقدما لنا الشاهينية وعطاء الشاهينية. بينما المركز الخامس، أتابع الوصول وأتابع الانطلاقة في هذه اللحظات. وصلت الأسماء والشعارات، الذاير من تصل لعبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حثقين المري، مقدم لنا الذاير على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء للخمس الأسماء الأولى، للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. نعود إلى مزايا، حيث تتميز في هذا الشوط مزايا يا الشراب، مزايا مع المركز الأول والشراب. من يتميز في هذه الانطلاقة؟ من يتميز في هذه الأجواء الصاخبة حتى هذه اللحظات؟ مزايا، 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 الكيلومتر الأخير، الكيلو الكبير، الكيلو المثير. بن حثقين مع المركز الثاني ليقدم لنا انطلاقة الذاير. المركز الثالث، وصلت وانطلقت في هذه اللحظات شخصية ضاحي بن جمعة العميمي، مقدم لنا شخصية. المركز الرابع، الشاهينية بهنا بالرملية تقدم، ولكن مزايا، 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 حمد بن محمد بن علي الشراب المري، من انطلق وغادر مع مزايا في هذه الأجواء يا بن حمد. روح
الفرح، يا من عودت جماهيرك على الانتصارات، يا من عودت جماهيرك على الانجازات، يا من عودت جماهيرك على الابداع في كل حين في كل المهرجانات. الشراب بن حمد يتميز مع مزايا منذ الانطلاقة وحتى النهاية. سلام يا مزايا سلام. المركز الثاني الذاير عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حثقين المري. المركز الثالث وصلت راهية لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي. المركز الرابع وصلت وضحى لمحمد بن عبد الله بن سعيد بن معضد النيادي. المركز الخامس كان الوصول مع شخصية لضاحي بن جمعة بن سعيد بن حارب العميمي. إذن تهانينا تهانينا والناموس لمالك مزايا، هذه النجمة الذي أبدعت وتميزت في هذه الانطلاقة حيث قدمت الأداء الممتاز. قامت راس وانهت هذا الشوط مع حمد بن محمد بن علي الشراب. القرح 5:51، 86 جزءا من الثواني، بينما جاءت في المركز الثاني الذاير لعبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حثقين المري. 5:54 و86 جزءا من الثواني لتأتي على المركز الثالث راهية لمحمد بن لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي. 5:57 و24 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس، شوط جديد ينطلق، والزميل الكريبي بن جابر. شكرا عبد العزيز بن سالم العطوي. مشاهدينا الكرام متابعينا